اوكي شكرا. مترجم زي الله مثلا اوكي كنبا كاينه من البات كمان استاذنا والشيخ العنصباوي شايفه قاعد يقول انه ممكن تدونا الفرصه اذا عايز اي مداخله نديك استاذنا او كمان الشيخ العنصباوي شيخ جمعه ثم بعدها ممكن ندخل للاسئله كمان بعد الاسئله ناخذ اذا في اي مداخله مايك لك شيخنا العنصباوي. السلام عليكم الشيخ ادمين الرجاء اللي قال زبيلي بروفيسور جلال الدين كلام مهم سمع لكم الرداء ترجمت الكلام اللي قاله الضيف يا إيكس الكلام اللي كان يتقال حسس في سؤال الأخ هنا الرجاء ترجمته لأنه كلام مهم وكلام مفيد ولبقت الموضوع عرارب دقيقة بس عرارب سامعني أستاذ عرارب سامعك بس الرجاء اوكي اذا قلت ضروري ان الترجمه هذه اوكي عندي الله هم مايك حزمه ترجم في التيم دحري ده حزمه اوكي شكرا جزيلا طعم يا قد بس زرب عندي مهنياتهم دخيمنا عندنا سمون ملو في اللايك كم تن دكتور جلال الدين كندو هنا ما قلت زنا برنا صبا سينا سلازلو هم ترجمه سلام يحوات ربي لك ترجمه خلتني مجمريا تاقداسي كما سكنون ذليني أرض القش هذا خبطهم بلو ساعة إرثراوي يعني انتهي دي تزاريبو السخم سي إذا عن المجمع راقي دي سمعي إذا أقول دايزيا سخم أخي بابتركم سقبركم منيستر زينا يمانا قبر مسكل بزعباخهم ملك تزحلفو بوسوس بزعباخهم نعهم ككافأكم بزعباخهم دوماني يستفلا لي عين السيامي تحت بحطيرو أو تيو خزارة فتينو أي وعلن أي حدرا كنت زجر من جرجن أجازيان كل تعمت ملو أما قلق من على سو تشنيهم كل تعمت ملو مش مو يانا حرنا التجرال مستزم الكوتم كتر راجب صار كتر راجب صار يحقل حنتو معلتون أب زينا يخون يمانة قبر مسكن تزاري بالله ما يفلتن سلازم زوج دايزي انتاي كوين سمع أكا وزبل حكاني راضيع بتعمى قداسي كلاي دلقاش ما عاد شخم تمسرتكم تبلي تاع كلايتي أفتى أبا أن تايبل بفر لايك أنا عخم استخم مستي إسلام بحطيه برادر هود ويد ماني إذا أبجبتي ناي مرسز نبرز ودقة كم عينة إخم زبل مبره ونتايبو مصامدر لكم كريليشن انتاي كم أم دخم بروفيسور ويك دكتور جلال الدين أزيو أزيو بمساطة زخونة ملسي مليسلو تايلو مجمرا مجمرا نحن حرام انكسقاسنا حرام انكسقاسنا إسلامنا كالاي زيب إرتراز اللو من قستي الورسو أنا كنت شفتاه بلي شفتاه سرعات كل قزي زخونة متخخابنا إسلام انتولو كل قزي زخونة ولاون أبحان تبوتا خوينهم أم مسجد أسلام بتخكل تسجيدهم اليوم زت أخاهم زلوا يلو ككافئل كل جزية أنصار إسلام كزاربن لو من مجمرتو زي كونس السرعة زي نموالي تزاريبو سلزي نزت أيلو دماني مس برادر هود ريليشن على لهم زبالة اتن خلت عمت مس ويانن مس حالة قادرات ويانن كراهب بتصنعه بس فاتين زب هالسبي نحناقن كاب دخانة بوليتيكاوي الرأي نتاعي مزخوانة ودب ناي بوليتيكاي لنا كابتز بولا دكتور جلال الدين ولا أنا خمت أردل غاش بولا سريع قفكو أبتر كم تقبرة بانديرا ناي تر مستد بانديرا ناي إرترا دلينا 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 بفلا يتا بانديراون من تان تسب سب تبوك سمعو إذا حجي هكدف زتك كمال لازلو بانديرا دلينا سينا مبارزا بانديرا دي أخب سعنا إثنان أي ترك بانديرا وانتصنا حموني نزانا يمأمنا ناتو كل بانديرا كن قبرينا ناو أو الدينا كالي انتايدو دكتور جلال الدين
مس إسلام برازيل هود قلد البحل عشان قايد مس إسلام برازيل هود كمهم عينتكم كم نحنا حارة ناس مؤمنان ناي سكتينا سلزي إذا البحل زلو سلزي لما تنايو كل جزية ندخل انتخابنا إسلام مخفى كمهم كاليقن بزعبات أقازاويان نخل تعمت زغبرو من قصخات زي مزرابن كاليقن زي والله أمور داتان تايدو أقدنت بي دكتور جلال الدين إذا ما حبر زب كنت شان عصر تحمشين كم تمسالة إذا من قصة عصر زب حطيرو إذا من قصة عصر جماريو ولا دو زخونة حجيو زول لنزلو حجيو قنا ملو إنتوني يقولون أبزغطو زالة قلت شعن عسران قن من محطيرو من قصة قاس مأمنان دك نستيون دك تبعتيون كم إليك ترقومي زلو ومن ياتم بزحات دك نستيو بفلاي دك نستيو مسلمين إرترا بزحات نفعات سلا زلو أنا بزغطو زلو قن نخلطيو زت أمرن نخلطيو نبزحنات زت أمتن من قصة السيامة توهيبو بعلون حادة قبائي ككايدي عبزيز كايد قبائي زي تساتفو كالقوت أمن تمسلمنا وي مأمنان نخاطو معطو كفاتي مخنياتهم بحجي بزوحات نتبس لزلنا لذي أبزو قدائي نيكلتشن إسران دك نستيون دك تبعاتيون زي تتنبرو خطنبرو تو قدائي دماني مليسو كتبقن إنسر حالو لنا دكتور جلال الدين أمور داتا أبزو خونا خيكا كتزارة فقادين يادخا إلو تحاتيتو أنا قام خروه بي ويلو أبزو خونا بتخيليك الزارة بخي ناية تقرن ياغن قوان قواي عقمي سلاز حطرني بتقرن بعربي نيخزب كابزيين كل تقوان قوان بزمركم منك الزارة بقعدلو ويلو لو بزي قات عمزي أنا حاد خبتهم عدوم وسلس تبهالكو أب حدري جاقان بات بزبزيزو اللو أدمين حانت معال تختمتسي كم ترقواي وايون بتقرن ديو بعرب ديو دلائي كام سخاف أقول فقارن يان تخون مخنياتهم ببزعي تزارة بتابعها أفتن إسلمنا تفرس غزاقن كتخيلة اللي كاني مخنياتهم بمسارتو تندا حضر جاقاننا بتطبقون يقل سلزلو أو كم عدوم تمتسي مخنياتهم زي بمان نايت كلات من عيون سمتن سلزي زي أخبكا عرارب حوي مايك فري أوكي غنيلنا مانديلا ترجم كيا بأخان يشتهي مملا تافتي خطب لو تصدحكا زي محبر ويكا زي حادة نايبولو تيكاو تساق عزي بلو ايكونن أب علامات توخا أب حقر إيرترا حادة هاي مناتاو من قصتي ولا إسلاماو يكون ولا زخون يكون كفلو لو اللو زبل زقت واندا نقرات ايكونن حادة نايدا واخا مخانا قلت بل دارغاني راخو مسلمي هذي آتايل ما تستوع الكالا هذي آتايل ما تستوع الكالا سوريغن أب إيرترا سلاويغن أب إيرترا سلاويغن كريستيان خمسرت كمسرت خمزي زقون إتهاجر بايكونا كان انا ساكن يا مترقب هذا كان هو سافر بما اوكي 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 جون هو سافر بما اوكي اوكي يا قتل 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 ترقب ترقب اوكي دمت تحرر من لو ابيرا تراب قتل بزبله اسلامه هيمانو باسلمنا دخيل وي بكريستنا دخيل دغف ايكون انت محمد مهنياتهم ايرترا نايكلتي مؤمنان يايلو نايكلتي ترا دي يكونون ولاون تم امن دي كلهم كله تكاتيا ايرترا ناي زي كاتاتا سلاذ خونا ازدحنا كمؤمنان ناتنا قداي أبزو قداي زي إيرترا نيكلتيو حيمانوت هات حقر سلزو خونت سلزي إت حيمانوت أبنى منقستاو قداي كم زي أتون حابري تاهيوي بحسب بزبالة Thank you أوكي يا غني لنا مانديلا أوكي جيزا خي بدنا كلنا من الوات الشيخ العنصباوي مخن هبو مداخلة الشيخ عنصباوي سامعني كده دينا واحد واحد أبو الرشيد لأنه كنت طلبت أنه ممكن نعطيك الفرصة أنت تعود كمان من الرابط على ما مسلمين إريتريا أنا مسموع يا جماعة هل يقول أبدو نتسل لده
في صوت أمير لو وصلنا في الأسئلة عشان نكسب لو وصلنا في الأسئلة عشان نكسب الزمن ونلعب لو ما جاء أوكي لو ما جاء تعال ندخل في الأسئلة يعني لأن أنا ما صوت كان تفضل اللي قالوا طيب معليش دور أنا بين نطيت ما دورك هذا ما دورك لدور أمر اللي يعرف قريت لدورنا يقالوا تنتحوا يقالوا أنت يقالوا تفضل يقالوا أنت في الخط أنا قال حلفكات يقالوا طيب واحد بنا من الليتا حلف على رب يقالوا يهلاني أوكي شكرا لأن أنا من تلفون أعطي اللي يقالوا سوى كده يتعبل دي بها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البروفيسور جلال الدين محمد صالح عشان إذا حن مساكا ومبروك الافتتاح رابطة علماء إريتريا. سؤالي أقولكم دي بلا مقدمة لليكم وخاصة كم قاشين نقبك دي نسر ما أسأل لليك لما بعد الأقلص أطعم لليكم قرومتو وسميتو لكن سبعدنا من لبلو الورقة من حبل سكا لبلو عندما وصلوا دي بلا رابطات لليكم ودي با واجهتنا لليكم كلكم بدير تجارب سياسة بديكم ودي بتنظيمات سياسة دي بشاكع لكم هذا يوم لكن من سياسة حنا برا حنا ودي بسياستينا التاني فقط اقل الدين اقل نقدمتو وكفون دو دينا اقل شعبنا كمسل انطرنف ورسالتنا كمسلنا عاتي او اقل قدامنا كمسلنا علمت الانشاء كتب لليكم اللي قلناسو انا قل لي ممكن قل لك بقدر لكن لا قدامه كفا قلت تأمونه تقدره بس حامل بلو لوزة يعني دي بعمل سياسي سبت فجو قطاع اندو دو او ما يعني اللي ابناي دين اندت قلبه زي ما اللي بالله اللي اندى لبسه مسؤون على الاول بلو فقلوا لهم هي متبو لهم وقلنا انا صغاتي بالله ثم بالذات دكتور جلال الدين محمد صالح وكم شيخنا العنسباوي قلنا نظام ولا من ما تعارضه لبزح وقتكم لكن دي بكلمة لما الشمل المسلمين وقلنا قدام قلنا درسوتكم سلشاكو تاريخكم شوته لكن بزحام اللي هي لزننوكم اللي قطع ان دوات مصر اللي هون يكون هدف بديهم بعد بديهم للبلان اقول لهم بليس متهيبهم واقل من سياسة ان دعا اعتزلكم دي برنامج دينا تنكبكم كليكم من قبي هي يعني ابكفة لما ساعت اللي تتطور لي ابكفة من سياسة اللي تنازلكم ودي توجه ناي خدمة الدين واتأمرات الدين صحيح اقل مجتمعكم لتبقسكم وشكرا السماع اقل اصلاح مع السيئات انا هل تسمعوا لك يا جماعنا؟ ايوه عرريب كنت مسموع شكرا ممكن الدكتور حسي كنت مسموع عرريب شكرا سئلتك ان شاء الله تكون وصلت يعني طيب دكتور لكن يا جماعة الأسئلة يعني تكون مختصرة يعني عشان نكسب الزمن دكتور جلال الدين المايك لك شكرا عريرب لهيك اقلو بيلكاها هي مهمته وكم سلة بيلكاها قدام بحتى هيقا إلى أقنع من قرال كرار ما هلا نسأل وكم سلة بيلكا حنا تجارب بنا بدير دي بعمل سياسي وأزيمة قدام رئينا كال مرت اتعمل دعوي دي بإلا لإذن الله فينجا كل إيه
عمل قلنا فرق بنا. خلينا أقولها بالعربي أيضا، يجب أن نميز بين شيئين مهمين. أولا المنظمة كمنظمة، المنظمة كمنظمة رابطة علماء إريتريا زي ما قلت منظمة غير سياسية، دستورة يقول كده، وما تتدخل في الشؤون السياسية، وما بتسجل مواقف سياسية منحازة لهذا الحزب دون هذا الحزب. لكن الأفراد بتاعها كفرد طبعا عندهم منظمات سياسية يعبروا عن آرائهم السياسية من خلال منظماتهم السياسية. واشترطنا في رابطة علماء إريتريا إن رابطة علماء إريتريا ما يقودها رجل مسؤول في تنظيم سياسي، ما يقودها رجل مسؤول في تنظيم سياسي، وإنما يقودها رجل مستقل ما عنده تنظيم سياسي. عشان كده إحنا نميز بين الأفراد الموجودين في داخل رابطة علماء إريتريا كأفراد، ما نقدر نقول لهم ما تشتغلوا في تنظيمات سياسية، وما نقدر نقول لهم أمشوا في التنظيم السياسي الفلاني وخلوا التنظيم السياسي الفلاني، ده شيء يخصهم. لكن إحنا كمنظمة ما عندنا اهتمام سياسي ومواقف سياسية ضد هذا أو مع هذا. هذه هي النقطة اللي أقولها إجابة على سؤالك، أرجو إن أني جاوبت على ما طرحت، وشكرا. أوكي شكرا دكتورنا دكتور جلال الدين. طيب نحن يا جماعة حندي فرصة شوية كده للشيخ الشيخ جمعة العنصباوي، سامعني؟ حندي فرصة ممكن ياخذ. أوكي تعال على المايك الشيخ العنصباوي، الغرفة فيها مايكين. ألو السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسموع شيخنا واصل؟ يا لا لا شكرا، أنا البرنامج نزلت برنامج جديد فأتعبيني قدر ما العلوة اتحطت قامت كل ميكروفوني اللي ترقى وحرمها هنا الميمة زي ضغط لحد الله فواتقامن قبل ما عليش سامحوني ما أعرف أنا. المهم تقرأوا على بدي وحد قل حابر رجلكم تو مشكلتي يكون إن شاء الله. و أول دكتور جلال الدين محمد صالح أقول له جزاك الله خير وشكرا جزيلا على هذه الأمسية. وأنا جيت متأخر لكن أنا على يقين تام أنه دكتور جلال الدين رب عطاه إمكانية وقدرة وبلاغ أن يقول الكلام الكثير فقط يسير. فجلال الدين هو واحد من المفكرين الإريتريين الذين درسوا العلوم الشرعية من طفولته وأكمل تعليمه في الدراسات الشرعية في جامعة المدينة المنورة، وتخصص في علوم شرعية عميقة، وهو أكثر علماء الإريتريين والمفكرين وإنتاجا وغذارة كتابة والمحاضرات.
وهو سليل دين وعلم. والده محمد صالح رشيد هو مؤسس معهد أصحاب اليمين، وهذا المعهد في إريتريا خرج أجيال عديدة، وما زال هذا المعهد يخرج الأجيال والأجيال. ودكتور جلال الدين محمد صالح يرأس مجلس شورى الرابطة، ويقود الرابطة باقتدار وبهمة عالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. وهو كما ذكر خاض العمل السياسي قديما، ولكن الدكتور جلال الدين حاليا لا ينتمي إلى تنظيمات ولا ينحاز إلى جهات، فهو شخص أكاديمي صاحب علوم ومعارف، وهو رجل متبحر في العلوم الشرعية. وأجعل الدكتور جلال الدين مدخل للكلام عن العلماء في إريتريا. إريتريا عرفت العلماء علماء الدين الشرعي منذ دخل الإسلام في إريتريا. علماء إريتريا ما نزلوا الآن بالبراشوت من القمر، هم علماء منذ وصل الإسلام إلى إريتريا موجودين في بلدنا. كلنا اللي موجودين الآن المسلمين عبر العالم ألف با تاسا هتوم أكتبونا عدنا حقا تولدنا هتوم دي بزنان دل أذنو قلنا تولدنا هتوم توم لا عقد قل أمنا وقل أبونا هداية لودو قلنا هتوم توم دي بهداينا لتبقسو وعقد هداية عقد لودو قلنا هتوم توم حقا ميت لأدام قيسو وقرؤو قلو ودفونا والحصوبو. علمانا ومشايخنا دي بإريتريا روح الأمة وحياة الأمة هم ذل إريتريين لمسلمين عنتاتهم وإدايهم ولبومتهم لعلمانا إريتريا. عشان كده لقدام للأسف فاهم يكون ذات ميت علماء للبولهم. علماء يا إخواننا قدام قرآن للأقرئتو، عالم إنسان حديثنا النبي لشرحتو، إنسان قل قدام حاجة إن دي آمرايا الإسلامي يمكن ديب صلاة تقب ديب صوم تقب حاجة إن دي آمرايا كل السلة كل يسوم كل الطهر كل تحصب حاجة إقلي لأمر دين العالم لسأل منا والعالم فسر أقله. عالم يهلا من قبي صلاة يهلا صوم يهلا فهم يهلا إدراك يهلا. عالم الدين هو عيون الناس، وعالم الدين هو عقل الناس، وعالم الدين هو الموجه للناس. إريتريا من غير علماء مسلمين يعلموا الناس أمور دينهم مش حيكون فيها أصلا مسلمين ولا وجود إسلام. وعالمنا قبي قدام تعلم يوما من قبل دين بجهل قل تعلم موته. إنسان شيخه كتاب لقب شيخه شيطان طلب له منا كتاب عند جيسة مباشرة تعلم من قبل إنسان فساده بازحن دي يكون خيره يبازحن يا أخواننا. عشان كده لعلم من ملة ناسا لعلم من علماء. فعشان كده الناس ذاتا نعم يا أخي أنا نائب الأمين العام، أنا نائب الأمين العام لرابطة علماء إريتريا، أنا نائب الأمين العام، والدكتور جلال هو رئيس مجلس الشورى، والأخ برهان الدين الأخ برهان سعيد هو الأمين العام للرابطة، وإن شاء الله أخونا الشيخ برهان سعيد إذا في أي غرفة فيها تقرينيا فممكن هو إن شاء الله ينوب عنا حنا تقريني تهاجي وتتقرينيا لتهاجي. والرابطة الحمد لله رب العالمين مشايخنا ديب خلاويهم من قبي وديب منابر الخطبة الجمعة في صلوات الأعياد في جميع الأماكن. مشايخنا بلغتنا يعفر عدوم لعلمو، مشايخنا بلغتنا يبلين عدوم لعلمو، مشايخ لغتنا حدارب عدوم لعلمو، مشايخنا بلغتنا يساهو عدوم لعلمو، مشايخنا بلغتنا يتقرأيت عدوم لعلمو، مشايخنا بلغتنا يتقرنيا عدوم لعلمو، مشايخنا بلغتنا يعفر عدوم لعلمو،
مشايخنا بلغتنا نارا عدوم لعلمه لغتنا إريتريا مشايخنا اللي تهاجوا أبا ولا يعلموا أبا يهلتني كلنا يوم دي إريتريا مسلمين إريتريا كل لغاتنا إريتريا أبا دي بخلاويهم دي مساجدهم دي بجوامعهم من دد قسو هتوم توم لقدام للعلمه هلو وهتوم توم قدام للأفهمه هلو وهتوم توم قدام لوجهه هلو ورن دم عصينا يوم انتم علماء اريتريا قيل مين مسل تتقسى وحقوا بيلينا اللي معناها للمسلمين يقولون خير حزي هلاني اللي قدام ذاته اللي يعني انا في الحقيقة ما قادر ما قادر افهم الناس قاعد تتكلم في مواضيع خارج السياق اصلا يعني انت كيف تتكلم كيف تتعرض في علماء اريتريا ما من حقنا نحن عشان نتعرضنا اللي قاعد يعلموا الناس امور دينهم في كنائسهم ولا عندنا حق عشان نتعرض في العلماء اللي قاعد يعلموا الناس أمور دينهم في مساجدهم عالم الدين إناس سياسي يكونني تجلس أنا يوم قل حكمكم حزل لي كل اللي بالهلا يكونني عالم الدين إنسان قاعد يقول للناس ده حلال وده حرام إلا أخلاقته اللي فسادته اللي سنيته اللي أكويته فنحن العلماء بتاعت رابطة إريتريا ما زلنا في داخل إريتريا وفي خارج إريتريا نهتم بالمسائل الدينية لشعبنا ونعلمهم أمور دينهم من الحديث والفقه وعلوم القرآن والمواريث وكل ما يتعلق بحياتهم نحن يعني نجري وراء الناس نعلمهم أمور دينهم بعض الناس كان في تساؤل يقول لك والله يا أخي أنتم يعني سياسة مارسة عليكم أنتم متودع عليكم مثلا أنا محمد جمعة بن رشيد إنسان معروف موجود لا عندي حزب سياسي لا انتمي لمجموعات لا عندي اخوان مسلمين ولا سلفيين ولا تبليغيين ولا غير ذلك انا انسان كل حياتي من اريتريا حفظت القران الكريم في اريتريا وخرجت من اريتريا وكل حياتي في الدراسات الشرعيه الى ان اكملت دراستي في جامعه الازهر الشريف في كليه الشريعه والقانون أنا الأريتري الوحيد من المشايخ اللي أتي في برامج إفتاء في رمضان وليس فقط للأريتريين ولا أفتع في العالم فالناس عشان يعني تتكلم في مسائل ما تفهمها يبقى الموضوع خطر أنا إنسان ما عندي انتماءات سياسية ما عندي أي رغبة يوم من الأيام عشان أكون في حزب سياسي ما عندي أي رغبة يوم من الأيام عشان أقود عمل شباب حراكي كثير الناس عرضوا علي تعال معنا في التنظيم ده تعال معنا في الحراك الشبابي ده يا محمد جمعة تعال قود لنا الحراك الشبابي أنت شخصية مقبولة أنت كده الناس يحسنون فيك الظن لكن أنا فيما يخصني 99% من يومياتي في أمور الدعوة 99% من يومياتي أنا شخص مشغول بأمور الدعوة يصالح بين اثنين متكلين يزوج هذا نطلق هذا نفتي هذا نعالج هذا ننصح هذا نمشي في قضايا الناس الناس في كل أمور دينها في الساحة الأوروبية أمشي يمينا وشمالا في عشان الناس يعني علمها أمور دينها أخطب كل أسبوع في خطبة الجمعة في كل أسبوع عندي درس لتفسير القرآن الكريم عندي درس للسيرة النبوية للحديث فنحن ما ناس مهووسين بالسياسة ولا عايزين السياسة لكن أنا كشخص محمد جمعة إذا رأيت في بعض المواقف أمور تحتاج النصيحة وتحتاج رفع الظلم فأنا أرفض هذا الشيء من الناحية الشرعية ومن الناحية الواقعية وأقول لشعبي أرفع الظلم اللي واقع عليكم هذا شيء شخصي أرسني ولا بد الرجل أن يكون كما هو إمام مسجد متقدم في قومه يعلمهم كذلك ينبغي أن يقول للناس أن الفساد والشر والعبث برقاب الناس واعتقال الناس وأخذ الناس بالظلم أمر مرفوض هذا هو الشيء الذي أمارسه هذا هو الشيء اللي أنا أمارسه لذلك كما ذكر الدكتور جلال الدين الرابطة لا تتدخل في أن الإنسان مش الرابطة يعني سجن تكاريامنا يهلون يعني أفونك التدابي ما صحت يهليتني لرابطة الرابطة جاءت عشان تجمع طاقة العلماء وعلى أساس أنه يرفعوا من كفاءتهم يرفعوا من إمكانياتهم يحاولوا بقدر ما يستطيعوا أن يدعموا الخلاوي أن يدعموا المعاهد أن يدعموا العلماء أن يدعموا المشايخ يتحركوا بتنسيق في قضايا الدين
يعني ينسقوا فيما بينهم للمؤتمرات الإسلامية وللإفتاء، وهذا شيء موجود مع كل أصدقائنا القساوسة. القساوسة هنا عندهم تجمعات في أوروبا، عندهم تجمعات في أمريكا، عندهم مجالس كنائس في داخل البلد، في خارج البلد، في كل مكان. ما في إنسان قال لهم أنتم قلمة تجمعوا لكم، أنتم قلمة دي بكنيسات، قلمة اللي تود، ما في إنسان يتكلم. كما أن إخوان في المسيحيين من قساوستهم لهم حق أن يعملوا ما يريدوا في أمور دينهم، كذلك علماء المسلمين لهم الحق الكامل أن يفعلوا ما يريدوا في أمور دينهم. نحن ندعو بالحرية للجميع، لإخواننا المسيحيين ولإخواننا المسلمين، للكنيسة وللمسجد، ما في فرق. نحن علماء إريتريا صدرنا واسع والحمد لله رب العالمين، ونحن نريد الخير لبلدنا. الدعاة والعلماء الموجودين في الرابطة متفاوتين في التعليم، فينا من هم مشايخ خلاوي، فينا من هم ناس وصلوا درجة الإفتاء، فينا ناس من لهم مؤلفات وكتب، فينا ناس من لهم طلاب ويدرسوهم ويعلموهم. أنتم الناس يمكن تعرفوا من مشايخ الرابطة الآن دكتور جلال الدين تعرفوني أنا، تعرفوا الألعام، تعرفوا بعض الدعاء، لكن الرابطة في عدد كبير وسيلتحق بها يمكن مئات وآلاف من العلماء، وكل واحد متخصص في علومه. على كل حال يعني ما أريد حقيقة أن أطيل في الكلام، لكن للأسف ما آسفني أن كثير من إخواننا المسيحيين بدأوا يتكلموا من غير أن يعرفوا ومن غير أن يدركوا، وكان الأولى بهم أن يطلبوا الرابطة ويستضيفوا أمينها العام، يستضيفوا نائب الأمين العام، يستضيفوا رئيس مجلس الشورى، وخذ الكلام من أفواه سيدو، الكلام من خشم سيدو، سامح الكلام من المصدر الصحيح الموثوق. وبهذا أنا أشكر هذه الغرفة، بارك الله فيهم، اليوم استضافونا وسمعوا الكلام، وأرجو إن شاء الله الغرف الثانية أن تحذو نفس الحذو وأن تسمع من الناس مباشرة، وأن تسمع من الناس مباشرة. إذن يا إخواني أنا يعني أؤكد كما قال الدكتور جلال الدين، الرابطة لا تتدخل في أي وضع سياسي. نحن يا ما اجتمعنا اجتماعات كثيرة لم يحصل عندنا يوم أن تناولنا وضع سياسي أبدا، كل موضوعنا يتكلم بالشأن الديني فقط. عندنا مسائل عديدة ودروس كثيرة، وزي ما ذكر الدكتور جلال الدين، والله لولا علماء إريتريا هذول يمكن إريتريا بكرة تتحول إلى تطرف، إلى قتل، إلى صراعات دينية، إلى مشاكل. رابطة علماء إريتريا هي صمام أمان إن شاء الله تعالى لاستقرار إريتريا، لأداء المسلمين دورهم العبادي بشكل رائد وبشكل طيب. ولذلك هذه الرابطة ستساهم في استقرار إريتريا إن شاء الله تعالى، في تماسك الأديان، في التراحم، في التعاون، في الخير. لأنه أنا ممكن محمد جمعة أفتي لحالي وأقول للناس والله يا إخواني نحن أن نكون علينا مجتمع متماسك وأن لا نتفرق دينيا وأن لا كذا، لكن لما يكون الإفتاء من جميع العلماء ومتفق عليه يكون لها قيمة علمية كبيرة، وهذا هي فائدة أن يكون عندنا رابطة. ثم إريتريا يا إخواني كانت غائبة في التجمعات العلماء، ما في بلد في العالم ما فيه رابطة لعلماء، في رابطة علماء في السنغال، رابطة علماء في جيبوتي، رابطة علماء في إثيوبيا، رابطة أوروما في إثيوبيا، رابطة هيئة علماء في السودان، هيئة علماء في السعودية، هيئة علماء في جنوبية، هيئة علماء في كل مكان. لا يوجد بلد في العالم ما فيه رابطة لعلماء، ما فيه بلد ما فيه هيئة لعلماء، ما فيه بلد ما فيه هيئة شرعية لعلماء. كل بلاد العالم فيها هيئات شرعية، وإريتريا كانت غائبة على مدار السنين الطويلة. اليوم الحمد لله علماء إريتريا هم عضو في كثير من المؤسسات الشرعية، ولنا دورنا ونشارك مع المؤسسات الشرعية سواء كان في المملكة العربية السعودية، في مصر، في السودان، في مكان. نحن مثلنا ومثل بقية العلماء في العالم الإسلامي نشارك، وإذا في بحوث تتعلق بأوضاع الإسلام نقدم بحوث. ولذلك الحمد لله رب العالمين نحن عضو في كثير من المؤسسات الدعوية، أعضاء في دوي كثير من المؤسسات الآن الدعوية العربية وللمسلمين جميعا، وهذا شيء يشرف بلدنا أن نكون إريتريا موجودة، زي ما يشرفنا الكنيسة في بلدنا أن تكون موجودة في كثير من التجمعات الكنسية في العالم، كذلك يشرفنا
أن يكون علماء إريتريا موجودين في كثير من الواجهات يرفعوا اسم بلدهم، يتكلم عن بلدهم، يمدح بلدهم، يبين جمال بلدهم، عظمة بلدهم، عظمة شعبهم. هذا هو الجوانب التي وغيرها من الأبحاث والدراسات التي سيقوم بها علماء إريتريا إن شاء الله تعالى. على أي حال أنا ما أريد أن أطيل عليكم، لكن في ختام الكلمة أحب أشكر إخواننا الذين تواصلوا معنا واستفسروا منا ووضحنا لهم وشكرونا، وكذلك أشكر بعض الأخوة القساوسة من المسيحيين الذين اتصلوا علينا وأيدونا وآذرونا وشجعونا وقالوا نحن معكم، وكذلك نشكر بعض إخواننا النشطاء من المسيحيين اللي اتصلوا علينا وتفخموا واستفسروا وشكرونا وقالوا نحن معكم ونؤيد خطكم. فنحن نشكر أصحاب القلوب النقية في مجتمعنا، سواء كانوا قساوسة أو ناس عاديين أو مسلمين أو صحفيين، أيا كان نشكر كل من علينا وكل من شجعنا وكل من قال لنا امضوا في طريقكم وأدوا رسالتكم. فنحن نتوجه إليهم بالشكر الجزيل، وأكرر شكري لأخي وشيخي الأستاذ الدكتور الحبيب البروفيسور جلال الدين محمد صالح، لكم الشكر جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوكي، شكرا جزيلا العنصباوي. مسموع صوت؟ اوكي. ما بعرف اما لايت امريتال هي ناخذ الاسئله امريتال ولا كالو كان موجود؟ خلاص عندهم امريتال هبل نشفق الليت، معلش يقولوا ان على فكات انت فرصه حاجه. اوكي اوكي اوكي. لا لا، لو طوالي كمان نديها لامريتال يعني. حبينا نسأل. أوكي عمري تعال أحلى مايك لك. طيب السلام عليكم، في صوت؟ دي مسألة يا جماعة، والله الواحد الليلة طبعا مع الشيوخ ما يقدر يقول ladies first. أنا بس بحاول استأذن يعني إذا ممكن مداخلة مع سؤال، لأنه حقيقي ما أقدر أنتظر للنهاية. ممكن مداخلة مع سؤال يا أدمن؟ أوكي. طيب أولاً التحية لدكتورنا والبروف جلال الدين، حقيقي الكلام في 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 وجود قامات زي دي أو السؤال ذاته يبقى صعب. نعم. اوكي. انا ما في مجال الا انزل من المايك اخذ. والله ده حاصل الولد ده. لك المايك كالو وانا اجي بعدك، بس اخلص من الولد ده. لكم الو الو. السلام، مساء الخير، ان شاء الله صوتي مسموع. انا مسكت المايك، صوتي مسموع ان شاء الله. الو مسموعي كارلو. كويس، مرحب مرحب. مساء الخير وشكرا أستاذ جلال الدين، نحن سمعنا صوتك وصوت الشيخ محمد جمعة برضو، كون سمعنا صوته يكون وعرفنا أدتنا مفهوم كامل عن الرابطة يعني. المهم في عندي سؤال يعني، نحن بصراحة أولا يعني أنتوا في العمر هذا يعني تكونوا في الخارج وكده يعني هي حاجة صعبة لنا بصراحة يعني. يعني في ناس منكم يمكن في عمر أبائنا ده عمر الواحد يكون في بلده مع أسرته وكده ومتفهمين هذا الموضوع. وبعدين نشكركم إنه أنتوا لسه عندكم حياة وعندكم حيوية وعندكم صبر، وكويس إنه نتعلم معاكم منكم إنه تحركتوا يعني. وثانيا سؤالي هو أستاذ جلال الدين، بصراحة يعني نحن في أريتريا يعني احنا ما حصل شفنا يعني شيخ كده عنده حرية يفتي ويعني يجاوب يعني يرعى الشعب يعني بطريقة مفتوحة وبطريقة حرة. فأول مرة يعني من الرابطة شفنا الشيخ محمد جمعة أيام رمضان بيعلم الناس ويجاوب لهم إفتاءات، ودي حاجة جميلة شديد. وبعدين يعني احنا مشجعين الرابطة وحنفهم أكثر لقدام إن شاء الله. وشوف احنا في أريتريا يعني بعد المفتي يعني الشيخ الأمين الله يرحمه توفى وأكثر من سنة هسي،
ونحن برضو عندنا الباباس بتاعنا برضو توفى وما اختار واحد باتريارك جديد، ودي بنشوفها خطرة لمستقبل أريتريا، يعني لحرية أريتريا. بنقول بيكون في وراها شيء يعني مدسوس. وما رأيكم إنه هسي أنتم برضو ما عندكم مفتي في أريتريا، بس النائب هو الممشي الدار هذا؟ يعني هذه الفرصة إحنا تقابلنا، إذا قدرت تجاوب لنا في الموضوع هذا بيكون كويس. وثانياً في رابط، الرابطة هي أصلاً بادية، كان في مؤتمر تأسيسي، وما الدرجة أنتم ماشيين إنه يعني تدخلوا في الرابطة كل المسلمين ولا الشيوخ في المعسكرات خارج الوطن في وكيف يعني كل الملل الإسلامية اللي عندنا يعني ناس السنة كلهم، هل الرابطة برضو جامعة لكل المسلمين في أريتريا؟ وممكن توضح لنا في كيف كانت اختيار مجلس الشورى والنائب العام والنائب وكده يعني. وشكرا، وأنا بسمع يعني شو سؤالي مسموع. أوكي، شكرا جزيلا كارلو. أكيد الدكتور كن سمع سؤالك. الدكتور موجود معنا، دكتور جلال الدين، حضر لك المايك. شكرا للأخ كارلو على طرح الأسئلة. إحنا ما زلنا في الطريق وسنظل في الطريق، وعدم وجود مفتي في إريتريا هذا الشيء يرجع للحكومة، وأنا ما أتكلم في تحليل سياسي، لأن زي ما قلت لكم اليوم اللقاء هو اللقاء بتاع رابطة علماء إريتريا، ورابطة علماء إريتريا ما تتدخل في شؤون سياسية. لكن اللي عايز أقوله زي ما قال أخونا الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد نائب الأمين العام لرابطة علماء إريتريا، إن المجتمع من غير عالم دين يعني مجتمع منفر منضبط، ويمثل خطورة، لأن العالم هو رجل الأمان، يوجه الناس إلى طريق الهداية وإلى طريق السلام. رابطة علماء إريتريا زي ما قال أخونا الشيخ محمد جمعة رشيد، مهمته حماية الإنسان الإريتري المسلم من أي إطراء في فهمه للدين، لأن الدين إذا فهم بفهم صحيح كان عنصر سلام وأمان واطمئنان، والدين إذا فهم بفهم خاطئ كان عنصر دمار وتخريب واقتتال وحروب. عشان كده ربنا قال لنا لا تتفرقوا في دينكم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. واليوم رابطة علماء إريتريا قامت عشان تحاول تجمع كل المسلمين، وهي تعرف المسلمين في إريتريا عندهم مشاكله، وعايزة هي تحل هذا المشاكل من الزاوية الدعوية والتربوية. وفي علاقة رابطة علماء إريتريا مع المسيحيين الإريتريين هي علاقة سلم وعلاقة تعاون، تعاون في المشتركات، لأن الأديان فيما بينها
وإذا الدينية اجتمعت على المشتركات اللي تخدم كل المجتمع تكون سبب في وحدة المجتمع. عشان كده جميل أن يكون في إريتريا رابطة علماء إريتريا ورابطة علماء مسيحي إريتريا الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت والبيم، وأن تكون رابطة علماء يهود إريتريا إذا في إريتريا يهود، وأن تكون جمعية مدنية للوثنيين الإريتريين. ومن كل الجمعيات دي تتكون جمعية عليا، الجمعية الإريترية للمشتركات الدينية، يكون فيها مسلمون ويهود ومسيحيون ووثنيون، كلهم يخدموا المشتركات الدينية، يحاربوا المخدرات، يحاربوا السرقات، يحاربوا الفجور، يوعي الشعب بخطورة الانحرافات السلوكية والأخلاقية. دي الهدف اللي مفروض كلنا نفكر فيه، بحيث يكون في إريتريا مجلس أعلى للأديان الإريترية يخدم مع بعض ويتعاون مع بعض في خدمة المشتركات الدينية. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا، هل الرابطة جامعة لكل المسلمين؟ نعم، الرابطة جامعة لكل المسلمين، وأنا الكلام ده قلت في محاضرتي، ويبدو الأخ كألو جاء متأخر. أنا قلت الرابطة جامعة كل المسلمين، ما بتفرق بين مسلم وآخر، ما بتقول ده مسلم ختمي وده مسلم وهابي، ده مسلم إخواني وده مسلم تبليغي. دي كلها مدارس إسلامية، هي فيها الحق وفيها الباطل، فيها الخطأ وفيها الصواب، ولكن ما يجمعها ويوحدها الإسلام، المظلة العامة الشاملة. عشان كده مجلس الشورى رابطة إريتريا اللي أخونا يكألو سأل تكون كيف، فيه كل هذه الجماعات. والمؤتمر زي ما قلت يا أخي يكألو اتعقد من 15 إلى 16 مايو 2015 في إسطنبول، حضروه 70 عالم من 100 عالم وجهت إليهم الرسائل، 30 وافقوا ولكن ظروف حالت بينهم وبين الحضور. 70% هذولا مثلوا قطاعات عريضة من المكونات الإسلامية والقبائل الإسلامية والواجهات الإسلامية، حتى الناس فكرت عشان توجه دعوة لمفتي إريتريا المتوفى الشيخ رحمة الله عليه. عشان كده المؤتمر اختار مجلس الشورى، ومجلس الشورى اختار رئيس مجلس الشورى ونائبه، واختار الأمين العام لرابطة علماء إريتريا. وبالمناسبة الأمين العام لرابطة علماء إريتريا اسمه الشيخ برهان سعيد الجبرتي، اتخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. نائبه هو أخونا أبو الرشيد الشيخ
محمد جمعة اتخرج من الأزهر الشريف من القانون، وفي علماء اتخرجوا من جامعة أم درمان الإسلامية، وعندنا أخوات. وزي ما قلت لكم المؤتمر القادم وهو مؤتمر ما بعد المؤتمر التأسيسي حتتوجه فيه رسائل إلى ناس ما شاركوا في المؤتمر التأسيسي، ربما كان عندهم تساؤلات، واليوم نأمل إنه يحضروا ويشاركوا في المؤتمر القادم ويكونوا أعضاء في هذه الرابطة. وزي ما قلت في محاضرتي، أنا شخصيا إن شاء الله سأقترح يضم في الرابطة العالمات الإريتريات، بحيث يكون اسم رابطة علماء إريتريا رابطة علماء وعالمات إريتريا. ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سامعني؟ نعم نعم. من المايك. أوكي. دكتور جلال الدين سامعني المشكلة؟ نعم. مسموع. أوكي. طيب ندي خلصت المشكلة، ندي فرص أخرى. أوكي شكرا. طيب حس نحاول يعني نكسب سؤالين مع بعض بأسئلة. أم ريتال، وإذا عندك مداخلة أجليها شوية، لكن ندي سعيد مشكلة شايفه في ندي لسعيد ثم بعد أم ريتال. سعيد خذ المايك. اوكي سعيد اظن عنده مشكله ولا ما شايفه كمان. سعيد مين معي؟ قال الالهيه يا عمير. انا حاطه ابني عشان يتكلم وانت تدي حد ثاني. اوكي انا حنديك طيب الفرصه، احنا قلنا ممكن لسه يعني. لا والله حابس الولد. يلا اوكي خذ المايك. طيب اوكي سلام ورحمه احنا مرة تانية مع ناس اسمع ما دام انت قاعد ترد. زي ما قلت والله كمية من النقاط والاسئلة، بس الواحد يبدأها بتحية البروف جلال وشيخنا ابو الرشيد لمداخلته القيمة برضو، وحقيقة الواحد ما يملك الا وانه يهنئهم على الرابطة، لانه ده حق انا بتصور انه مشروع للمسلمين زي ما قالوا، هو مشروع حق مشروع لكل الإريتريين، إنه تكون عندهم كيانات دينية تمارس الدعوة والتبشير. هلا عايزة أقوله المخاوف فقط هي تجي من يعني أو تحسس الناس، أولا التوقيت، الحاجة الثانية الشخصيات، يعني اللي في الرابطة زي ما قالوا الإخوة لها سوابق يعني مارسة السياسة، وصراحة يعني حتى في ممارسة السياسة شخصيا دكتور جلال أول مرة في حياتي أتفق معك، لأول مرة في حياتي أتفق معك بجد. اليوم كانت أمسية، كل الكلام اللي قلته أتمنى إنه نشوفه على أرض الواقع، وحقيقي هو ده مكانك المناسب. أنت شخص قامة عندك قدرات هائلة جدا، ويمكن أنا قبل كده طلبت منك أنت تبعد من السياسة وتخليك في الدعوة، الناس تستفيد من قدراتك وعلمك الكبير. يا كويس، ما تخاف ما أحطول. إذن الواحد يرحب بالرابطة، يعني هي بالنسبة لنا كإرترين هو ده وقتها.
نحن يعني الشعب الإريتري الآن يعيش حالة من التباعد وحالة من التنافر بين الديانتين وبين الثقافتين، محتاجة لتدخل دعوي، محتاجة لتوعية، محتاجة للرجال دين معتدلين بحيث إنه يرجعوا الناس لجادة الطريق، ومحتاجين لناس ميز بالتسامح الديني وعندها الإحساس الوطني عالي جدا. أنا بتصور بالنسبة لشيخنا أبو الرشيد نحن نثق فيك تماما بغض النظر حتى لو كان عندك أي سوابق سياسية. صراحة عمليا أنت أثبتت شخص قادر على أنك أنت يعني تعيش أو للتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين. السؤال بالنسبة لي أنا كأمريكان، بما إن رابطة يعني عقدت مؤتمر الأول في 2015، ليه تحديدا بالضبط الآن فقط تركيا سمحت بإنشاء مكتب في تركيا في إسطنبول؟ ليه طولة سنتين الثلاث سنوات الماضية معقولة أنتوا ما سعيتوا لأنه تنشئوا المكتب ده؟ وين كانت تعقد وين كان مقر الرابطة في السنين الفاتت؟ أوكي، فده سؤال يا إخوة. في الأدمن أنا أسكت يعني ولا شنو؟ في الناس اللي قاعدة تتكلم وتتدخل دي. أنت واصل أقرومي ترين أمريتال أقرومي ترين. أيوة أوكي. فالسؤال الآن، ليه بالضبط تركيا في الوقت الحالي سمحت بإنشاء المكتب ده؟ ليش ما سمحت زمان؟ أوكي، أو هل أنتوا ما سعيتوا عشان كده مثلا ما أنشأتوا المكتب ده؟ الشيء الثاني، هل عندكم في 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 الأكشن بلان بتاعكم أو في خططكم إنه كمسلمين الآن وشايفين الفجوة الموجودة بين المسلمين والمسيحيين الآن إنه يكون في حوار بينكم وبين الديانة الأخرى والمسيحيين رؤساء الكنائس أو كقصاوسة وكذا، بحيث إنه يكون في علاج للوضع الراهن اللي إحنا قاعدين نشوفه بين المسلمين والمسيحيين؟ ولكم المايك، السلام عليكم. أوكي، شكرا أم ريتال. ممكن نأخذ معي كمان سؤال تاني. سعيد علي كنت على المايك أو كمان في السب. سعيد موجود؟ سعيد ما موجود أظن، ما سامعنا وكمان عنده مشكلة. أوكي، حندي للدكتور. طيب الدكتور رد على السؤال أم ريتال، ثم بعدها نأخذ كمان سؤال. شكرا للأخت أم ريتال، ويبدو لي أنا وأم ريتال التقينا قبل كده أكثر من مرة عبر غرف حوارية، اختلفنا واتفقنا، واليوم تقول لي أول مرة أتفق معاك دكتور جلال. وطبيعي أن الناس يتفقوا ويختلفوا، فإذا اختلفنا مرة لا يعني أننا سنستمر في الاختلاف، وإذا اتفقنا مرة ما بيعني أن احنا سنستمر في الاتفاق. فالحياة مرة اتفاق ومرة اختلاف، والمذاهب والتوجهات تتغير من فترة لأخرى، والموتى هم الذين لا يتغيرون في عالم القبور، أما الحياة والأحياء فمن طبعهم التغير. فيا أخت أم ريتال، قد تثقين معي اليوم أول مرة، وقم معي غدا في موقف أخرى. هذا من ناحية الاتفاق والاختلاف. أنا شخصياً لا أؤمن بفصل الدين عن السياسة بصفة جلال، وأنا جنوح سياسي لدى فكري وقراءاتي، ولا يمكن
أن أعزل نفسي عن الواقع السياسي السائل في إيه. ولكن جلال وهو يتحدث عن السياسة ليس هو جلال وهو عضو في الرابطة، لأن الرابطة ليس كيانا سياسيا. كذلك الأمر بالنسبة لغيري، فما من رجل ينتمي إلى الإسلام والفكر الإسلامي لا بد أن يهتم بالعمل السياسي. لهذا أقول إن الحديث عن الرابطة بصفتها الاعتبارية بأنها منظمة غير سياسية لا يعني بأي حال من الأحوال أن على أفرادها حرام دينا أن لا يتدخلوا في السياسة، لا يعني هذا أبدا، فلهم الحق في ذلك. وأشكر أم رتال على طرحها وآمل أن تتفق معي في هذه النقطة، ولا حرج أيضا إذا اختلفت معي. السؤال الثاني، فين كان مقر الرابطة؟ وليه بالضبط تركيا قبلت تفتح لكم مكتب في اللحظة دي؟ كنتم فين؟ طبعا احنا لما عملنا مؤتمرنا في تركيا كان اول خطوة فكرنا فيها انه نسجل الرابطة كمنظمة بريطانية في برمنغهام وليس كمنظمة تركية أو أي بلد آخر. هي منظمة بريطانية سجلت رسميا في المملكة المتحدة UK في مدينة برمنغهام، وفتحت حسابها الرسمي في البنك البريطاني بحيث تكون المدخلات المالية والمخرجات المالية واضحة وبينة من الناحية القانونية. فكان همها الأول والأساس في بداية التأسيس أن تؤسس وجودها الرسمي والقانوني في المملكة المتحدة في بريطانيا. بعدما كملت كل الإجراءات المطلوب منها، بعد كده توجهت إلى أكثر من عاصمة إسلامية. زارت ماليزيا وزارت بعض الدول العربية والإسلامية، ووجدت أن تركيا بما عليه اليوم تمثل مكان مناسب نوعا ما مقارنة بغيرها عشان لكي تفتح فيها مكتب رابطة علماء إريتريا، وقدمت خطابا رسميا إلى إدارة ما يسمونه في تركيا ديانة، هي زي وزارة الشؤون الإسلامية اسمها كده ديانة، وتقدمت بطلبها إلى رئاسة الديانة وحصلت على الموافقة بفتح مكتب بالشروط القانونية التي يقتضيها القانون التركي، وليس أي سبب آخر غير إرادتنا نحن بأن تركيا هي المكان المناسب
في اللحظة دي. ربما يكون في لحظات أخرى مكان آخر هو المناسب وحتفتح فروعها في أماكن أخرى. أقرب مكان مناسب لنا من الناحية الجغرافية والمنطقية طبعا هو السودان، ويفترض أن يكون لنا وجود في السودان وجود رسمي، لكن أنتم تعرفوا السودان إيش موقفه، ويتحسس من كل شيء يزعل عليهم النظام في أسمرة، والنظام في أسمرة يتحسس من كل نشاط إسلام. عشان كده المكان المناسب لنا شفناه في تركيا، وفتحنا مكتب رابطة علماء إريتريا في تركيا. هذه النقطة تركيا. سؤال حوار بين المسلمين والمسيحيين، طبعا ده مبدأ أساسي من مبادئنا، لأن رابطة علماء إريتريا تؤمن بالتعايش السلمي بين مختلف الأديان في إريتريا، والتعارف بين الأديان، والمجادلة بالتي هي أحسن، والتعليم المشتركات بين الأديان في إريتريا من أجل خلق سلام دائم واستقرار دائم ورية دينية للجميع، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. هذه القيم وهذه المبادئ هي اللي تحكم رابطة علماء إريتريا، وعشان كده مثل ما قالت الأخت أم ريتال إن الحوار بين المسلمين والمسيحيين في إريتريا في ظل هذا التنافر المشهود بينهم ضرورة دينية وفريضة اجتماعية، وإحنا حنعمل ونؤمن به وساعين له. وشكرا لك أم ريتال على مداخلتك، وأترك الميكروفون للزملاء في الغرفة. أوكي، شكرا جزيلا دكتور. سعيد علي موجود؟ سعيد كان في ال... كان عندك مشكلة معنا. don't give موجود معنا؟ don't give اسمع الشباب دل ما قاعد يسمعوني. مسمع؟ اوكي شكرا، انا مسمع. اوكي ما موجود اظن كمان دنت تجيب. اوكي مين في بعده؟ عرارب مسمع. نعم الله شامير كرني. تفضل استاذ عرارب. والله انا رجعنا الى ميكروفون قلت قدام من قرب ايضا صح ذات من كثرة من بالتوغريمنا. سؤال بدقمان. اول شكرا للبروفيسور جلال الدين وايضا للشيخ محمد جمعة ابو الرشيد، شكرا لكم على التوضيح وكلام جميل. سؤال الثاني، طيب في ناس كانوا قلتم يعني بعيدين عن الـ عن الـ عن المبادئ السياسة دي بسياسة لي على بديبنا ودي بسياسة العلومة هلو ديبنا، لكن السياسة دي بقى لحزر إسنا حزب لقبها أقل إلا رابطة علماء أقل المرح أو ديبا ديب مسؤول أقل لقبا ينسمى حقلوني بيلكم حتى أيد يعني تدخلي على أبنائنا، وحتى مفتي إريتريا كمان أقل نعزم ديبا مرت يعني نية على تقلنا بيلكم. طيب سؤالي،
هل النظام ديب إريتريا لهلا حقا ديب سياسة دي تأتو قواكم وديب سياسة حقا ربكم قواكم نحن تفضلوا وميتوا برنامجكم وميتوا لهلا هدف لنا إلا هي عزومتنا اللي أقرب ديبكم أنتم قد تقرباتوا أو أقل تتكبطوا عزومتنا حتى كالعيد كلكم أفكاركم لا تفنتاتوا صاركم بسياسة الأمن صاركم ما هي يعني من دين قد تفنتي على باني للبل مبادئ بديكم أقولكم أبحبر لجمعكم أقد أهداف أو لاحاتنا إلى قوانين لناكم مي للبلتو وقر اللي قد تعداله يعني أبكفوا أتفقكم ودي متقسيكم هدا مبادي لازم تدي مبادي قل أتفق لمبادي لديبو أتفهمكم من بلا حتى نحن شعبنا قل نوعي وإرتريا قل كله قد تقبع ودولة قانون وعدالة قد تقبع حلا قل أمبلت بلا ليكم طيب لمبادي لأقدة من دين من لدين من سياسة لفرديو ميتو أقل مثل أقل تشرح أقل ما تقدر حايس وحشوم قاشي شكرا عرارب طيب دكتور تأخذ سؤال تاني معه طوالي عشان نختصر الزمن السؤال الأول كان أي فهم كوري أوكي عرارب كرر سؤال طيب هيد أفكارنا يكون لتفنات تصركم دين من سياسة لتفنتيون اللي بل صركم ما هي يعني دين من سياسة لتفنتات رحلة قدرة اللي قواب ديبو تبلو صركم ما هي يعني ممكن بعد أهداف قلها اللي قواب ديبو ديب سياسة يعني لم يلاق اللي قواب ديبو أقولكم لتلمم أو أقولكم لجمع لائحتنا منا أقدر أهداف لنايكم أول لما نظمت الله كم أهداف أولويات ذهبتها أو سلف قد تشكدي قانصة الليل منا قوانينايكم قال أمثالات قال تشرح قلنا تقدر أقدر الإنشاء قديبه أو أقدر الإنشاء قديبه إلا وإلا 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 تنكم أقدر أرسنا هنا لتبولا وشكرا أوكي شكرا عرارب احنا حاول ناخذ كمان شخص اخر دكتور معلش زمن سعيد موجود سعيد علي سعيد ولا سيد موجود سامعني سيد موجود اوكي خذ المايك حاول تاخذ المايك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا مسموع اطرح سؤالك. ايه وانا سؤالي هذا هو داخل على الموضوع وطالع من الموضوع شوية يعني بس هو في الدائرة كده معلش. سؤالي هو يعني الجماعة ديل عمروا اجازين وعمروا ايش وما حد ما اتكلمنا وما حكينا. وحكوا في ديننا باللايف وما اتكلمنا نقول ناس مجانين ناس هناك ليش ان احنا وقت عملنا وقت نجتمع في اي اجتماع بتاعنا مسلمين يعني بيعملوا الضجة هذه يعني هذا اول سؤال الاول وبعدين ان احنا من حقنا يعني ما ضروري ان احنا نبرر لهم كده اننا نحن عاملين هذا الهناية بس للإسلام من حقنا نعمل قوة من حقنا نعمل اجتماع إسلامي ما وقت يقولوا الكلام ده ما يأيدونا في اي شيء يعني احنا من حقنا نعمل اللي نبغاه يعني لو حس لا قدر الله يعني الناس دول كانوا يقولوا ان احنا الاسلام هنحردمنا وكان يقولوا في بلدهم في السوشيال ميديا الاجازين ولا ايش هناك ما عندنا اهل احنا في البلد لو مسكوهم وضبحوهم احنا نعمل ايش يعني لازم احنا نكون جاهزين كمان لعدونا يعني وهذا هو سؤالي تسلموا كثير والسلام عليكم شكرا سعيد دكتور نديك المايك صار عنده سؤال
شكرا للأخ عريرب أولا، وشكرا للأخ سعيد ثانيا في الأسئلة اللي تقدموا بها. أخونا عريرب بيسأل بيقول لو يدعوكم النظام للدخول ما دمتم أنتم سياسيين ومهمتكم هي الدعوة وقال لكم تعالوا أدخلوا بلدكم وقولوا دعوتكم لشعبكم، إيش حيكون موقفكم؟ أولا المبدأ، مبدأ إن إحنا ندخل في شعبنا ونقول دعوتنا وننقل مقرنا من بيرمنغهام إلى أسمرة، دي مبدأنا، هو نصت عليه دساتيرنا، دستورنا نص عليه. إحنا في بيرمنغهام وجودنا وجود مؤقت. هذا المبدأ مبدأنا. لكن السؤال، هل النظام حيقول لنا تعالوا أدخلوا؟ ده سؤال افتراضي. هو كل المؤشرات بتقول إن النظام ما بيطرحه، ما بيقول تعال، لأن النظام من سياسته الثابتة ما بيعترف بأي كيان سياسي وغير سياسي خارج عن إشرافه وخارج عن مباركته وخارج عن سياساته. عشان كده، عشان إحنا ندخل داخل إريتريا يتطلب إن النظام يغير سياساته. والسؤال المطروح، هل النظام حيغير سياساته؟ فعلا النظام إذا غير سياساته وقال في ناس غيري موجودين ومن حقهم يدخلوا ولازم تكون دولة مدنية قانونية تنظم إدارة مؤسسات المجتمع المدني ذات توجه الديني وغير الديني، فمعنى ذلك أن الوضع السياسي في إريتريا تغير والحالة تبدلت وما عاد أو لنظام أسياس وجود. هل هذا فعلا النظام بوجود أسياس أفورقي وأجهزته الأمنية والاستخباراتية والبوليسية هتتحول كده فجأة وتكون زي ما إثيوبيا اليوم؟ أنا شخصيا أستبعد. لكن إذا حدث فالحرية لا تتجزأ ولا تعطى لطرف دون، وإنما تعطى للجميع، لكل الناس، لكل الأديان، لكل المعتقدات. عشان كده أنا ما بتوقع إن النظام حيقول لنا تعالوا. والسؤال اللي طرحه أخونا عريرب هو سؤال افتراضي. النقطة الثانية، اختلاف مذاهبكم ومدارسكم في الموقف السياسي، في الموقف من السياسة أو في الموقف من علاقة الدين بالسياسة، كل واحد منكم عنده رأي
ولكن اتجمعتم في كيان. فهل تقدر تقول لنا فين الأساسية اللي اتفقتم عليها؟ أولا عايز أقول لأخونا عريرب، كلنا في رابطة علماء إريتريا، وخلينا أقول عشان أكون دقيق، الغالب فينا يعني ما بنؤمن بأن الإسلام منفصل عن حياة الفرد والمجتمع، ما بنؤمن بهذا كمبدأ يعني كعقيدة، الجميع يؤمن بهذا الشيء، لكن نختلف في الأولويات. إيش الأولوية اللي نبدأ بيها؟ عشان كده كل واحد منا يمارس أولوياته بطريقة خاصة في كياناته، ويمارس الأولوية المشتركة في هذا الكيان اللي هو كيان رابطة علماء إريتريا. أولويات كيان رابطة علماء إريتريا تتلخص في الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله ماذا تعني في مفهوم رابطة علماء إريتريا؟ تعني أولا تعليم الناس أمور دينهم من خلال الكتاب المقروء والمدرسة المفتوحة والفتوى الشرعية المنقولة. ثانيا الاهتمام بالداعية فيما يتعلق بحياته الاقتصادية من حيث توفير ما يعينه على أداء دعوته ولا يحوجه إلى الآخرين ولا يعطله عن القيام برسالته، كالبحث عن جهة تتولى توفير مرتب الشهري. ثالثا الاهتمام بالطالب والطالبة من خلال البحث عن جهات علمية توفر له منحة دراسية في تخصصات تخدم المجتمع، علمية وشرعية ودراسات إنسانية من خلال الاتصال بالجامعات. والرابطة مشت إلى ماليزيا بالمفتي الماليزي وعرفته بكيان رابطة علماء إريتريا، والتقت بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، والتقت بالجامعات الماليزية ووقعت مذكرات تفاهم مع بعض الجامعات الماليزية التي قالت أنها ستتعاون معنا بتخفيض 30% من تكاليف الدراسة. والرابطة تقدمت بهذه المشاريع إلى المؤسسة الدائمة، والحدثات لاحقة للأسف لم تتوفر. هذه النقاط الثلاثة هي أولويات
رابطة علماء إريتريا التي يتفق فيها كل الإسلاميين أو المسلمين في إريتريا الاهتمام بالدعوة إلى الله كتابة ونوعيا وإفن. ثانيا الاهتمام بالداعية الذي تقوم عليه عبء الدعوة إلى الله من حيث توفير قدرات اقتصادية تمكنه من أن يقوم بأداء رسالته الدعوية. ثالثا الاهتمام بالطالب الذي يتلقى التعليم من حيث السعي إلى المنح الدراسية له. وهذه هي النقاط الأساسية في رابط علماء إريتريا. بالنسبة لأخونا سعيد، المسلمين ليش عاملين ضج؟ طبعا المسلمين عاملين ضج، ولأنهم ضعفاء. ودي مش مشكلة مسلمين في إريتريا، هي مشكلة مسلمين في العالم كله. دائما الضعيف ما يقدر يعمل حاجة، عشان كده الشيخ أبو الحسن الندوي مرة قال في محاضرة أنا حضرتها في الثمانينيات تقريبا في الجامعة. معلش دكتور، سؤال أوضح شيئا. الأخ سعيد كان سؤاله، الأخ سعيد كان سؤاله الدجة ليس للمسلمين، لا المسيحيين ليش الدجة؟ رغم إنه كانوا الدجة من المسيحيين، هذا السؤال حقه. والسؤال الثاني كمان نحن مضطرين يعني نبرر ليهم، هذا هو ما أعتقد السؤال، ليس الدجة داخل للمسلمين. الدكتور معنا، آسف على المقاطعة، ومايك لك. بالنسبة للمسيحيين ليش يعملوا ضجة؟ طبعا المسيحيين يعملوا ضجة لأنه في ضجة عالمية من الإسلام، وفي تخويف عالمي من الإسلام، والإمبريالية العالمية بتتحرك ضد الإسلام بشكل واضح وصريح، وناس شايفة. وبعدين تنظيم داعش اللي ظهر خوف كل الناس من الإسلام، لأنه تنظيم منحرف فكريا ومخترق استخباراتيا، وأعطى صورة مشوهة سيئة منفرة عن الإسلام. عشان كده العالم خايف من الإسلام، الإسلام المشوه. هذا بالنسبة للعالم. بالنسبة لإخواننا المسيحيين في إريتريا خايفين لأنه تاريخهم الكنسي بيقول لهم إذا حكموكم المسلمون حيقتلوكم، وخلي بالكم أنتم أقليات في محيط إسلامي. ولو تتذكروا القداس بتاع النرويج اللي عملوا القسيس لما إثيوبيا وإريتريا تقاربوا، قال في القداس: إلهي في السماء، نحن شعبك الضعيف، أقلية تعيش بين المسلمين، محاصرين بالسودان والصومال وجيبوتي واليمن، دي الدول اللي سماها أو بعضها،
احفظنا واحمينا من الاشرار. وقال لهم للمتعبدين من المسيحيين في الكنيسة إنه آبائنا الأوائل لما قالوا إريتريا تنضم لإثيوبيا مش لأنهم ما عايزين يكون لإريتريا كيان، ولكن عشان المسلمين ما يحكموهم في إريتريا. ثم دعا ربه وقال إلهي خذ بيد إسياس أفورقي وضمه في محبة وأخاء إلى أبي أحمد. والقسيس دمسكين نسى إنه أبي أحمد نفسه نص مسلم، أبوه مسلم، وهو رجل متسامح. واليوم المسلمين في إثيوبيا بقت لهم جامعات، وإثيوبيا الكنسية اللي كان يحكمها الرؤوس والأباطرة انتهت، وجدت إثيوبيا الفيدرالية اللي كل واحد يتكلم فيها بلغته وكل واحد يشهر فيها دينه، وأصبح للمسلمين جامعات وكليات ومجالس. عشان كده إخوان المسيحيين لا تنسوا أن سكان إثيوبيا مسلمين. الأكسوميز بيبل الممثلين في التيرينيا أمهرة ظلت تحكم طوال السنون القديمة. شايفين العالم بيتحرك نحو الإسلام، المسلمين في السودان، المسلمين في اليمن، المسلمين في مصر، المسلمين ده كله بيخوفه. دي نقطة. النقطة الثانية، في تاريخهم، في تاريخ الصراع في المنطقة، لأن المنطقة حساسة، البرتغاليين سنة 1500 وكم ما أذكر طبعا زحفوا في المنطقة، العثمانيون الأتراك جاءوا وواجهوا البرتغاليين، لأن البرتغاليين كانوا بيستهدفوا الحجاز عشان يصلوا إلى مكة، ومن مكة يصلوا إلى المدينة وينبشوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا وصلوا إلى جدة، ولكن العثمانيين تسدوا لهم بالتحالف مع نواب مسوع وسواكن وغيرها، وظهرت حركة الإمام أحمد جران، الرجل الصومالي اللي قاتل لبنى دنقل، ولبنى دنقل استنجد بالبرتغاليين، والإمام أحمد جران استنجد بالعثمانيين، وقامت معركة شديدة شرسة. حقيقة أنا أقول إن هي طائفية، بمعنى إيه؟ إنه الإمام محمد اللي رفع ما كان يلتزم بآداب الجهاد، كان يهدم الكنائس ويقتل الرهبان ويعمل كل شيء، لأنه نفسه كان رد فعل لما كانت تفعله الكنيسة بالمسلمين في المنطقة. فاحتل المنطقة وحكم المنطقة، وبعدين البرتغاليين جو وقتل في معركة الإمام أحمد جران، أحمد جران. ومن ذلك الوقت الإسلام في إثيوبيا حتى عهد منغستو هالي مريم ثم أبي أحمد كان مضطهدا وضعيفا، والحكم في يد الأقلية بالتحالف إما مع الإمبريالية والصهيونية وإما مع المعسكر الاشتراكي الماركسي كما حدث في أيام منغستو. هذه أيضا في تاريخهم في معركة المتمة اللي قتل فيها يوهنس على يد المهديين،
والمهديين وصلوا إلى البندا وقطعوا رقبة يوهنس في أحد الخليفة التعايشي. ولما قال لهم يوهنس نتحالف مع بعض ضد الطليان رفضوا له وقالوا له ما في حل بيننا وبينك إلا الحرب، وحاربوه وقالوا له إما أن تسلم وإما أن تقتل. وفعلا قامت بينه وبينهم حرب وقتل يوهنس في معركة المتمة. وبعدين جاء مليليك ومليليك اتحالف مع الطليان وتنازل لهم من أقلوكزاي وحماسين وسراية عشان يضموها في مستعمرتهم مقابل ما يدعمهم رأس منقشة ورأس اللولا اللي هم أبناء تجراي، ويسمح له باحتلال هرر ويدعموه باحتلالها. فتحالفوا معه ووقع معهم اتفاق، وكذا تكونت مستعمرة إريتريا، وكذا مليليك وصل إلى هرر وسيطر. هذا التاريخ كله وهذا الصراع في المنطقة يخوفه، عشان كذا يحسبون كل صيحة عليهم. حتى الشيوعيين ما مصدقينهم أنهم شيوعيين، وكانوا معاهم يشتغلوا معاهم، ما سيارت على رقابنا عن طريق الشيوعي بتاعنا. ماذا اللي جاب أفورقي ونظرياته وكل حاجة؟ هم الشيوعيين بتاعنا اللي هم اللي جابوا. ومع ذلك وهو يعرف انهم ما عندهم علاقة، لما راهوا عملوا فيه انقلاب ناس عبد الله جابر قال ديلهم اسلاميين. ولو تذروا التلفزيون الإريتري قارئ الخبر قال في جماعة تؤمن بالمهدي المنتظر. عشان كده هم بيخافوا، لأنه من ورائهم في تعبئة شديدة من الكنيسة، وعشان هم أقلية في المنطقة كلها محاطين بمحيط إسلامي، ده كله يخوفهم. لكن احنا يجب ان نطمئن، إريتريا مش دولة للمسلمين ولا دولة للمسيحيين، إريتريا دولة للجميع المسيحيين. والإسلام والمسيحية في إريتريا يلعبان دورا إيجابيا في التعاون المشترك في المشتركات بينهم، وتكون الدولة محايدة، جهة إدارية، جهاز إداري يخدم كل المواطنين، تبنى فيه الكنيسة كما يبنى فيه المسجد. وبعدين المسيحيين في إريتريا مش أرثوذكس بس، في كاثوليك مثل مسيحيين البلين ومسيحيين التجرينيا، وفي البروتستانت مثل مسيحيي المنسع ومسيحيي التجرينيا أيضا فيهم بروتستانت. والآن ظهر اتجاه آخر البنطا. إذن دولة بالشكل ده يجب أن تعيش في حالة أمن وسلام واستقرار ودعوة إلى الله وتجادل بالتي هي أحسن، ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عشان كده علينا أن نتفهم تخوفهم هم أولا، ولكن هذا التخوف يجب أن نزيله بالحوار المستمر اللي طرحته أختنا أم ريتال وأشارت إليه. يبدو لي ده اللي يكفي في الإجابة على سؤال الأخ سعيد، وأترك المايك للأخوة في الإدارة.
اوكي شكرا جزيلا دكتور. اوكي حس هناخذ الدوت جيف موجود.